سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. هيكون عبارة على وصفة ديال واحد الوجبة سهلة وسريعة التحضير. نخليكم الآن مع المقادير. كنحتاجو أي نوعية ديال السمك عندنا متواجدة. أنا اختاريت الفيلي هكا ديال السومون، أعشاب منسمة مع شوية ديال التومة بودغ، بصلة متوسطة هكا مشلضة مقطعة طريفات صغار، طريفات ديال الحامض مقطعين على شكل دي غونديل، جوج ورقات ديال الموسى، 150 غرام ديال لي شامبينيون هكا فخي، 300 غرام ديال لا كريم فريش، شويه الملحه وشويه ديال البزار، وهكا دي بات، يعني اي نوعيه عندنا متواجده. انا اختاريت هذا النوع هذا اللي هو داير بحال لي سباغيتي، غير كيكون هكا شويه عريض. دابا نخليكم تدوزوا الطريقه. اول حاجه غنبدا بها هي انني غادي نوجد الحوت هو الاول، لاني غندخله من بعد الفران، يعني حتى تقرب طيب لي بات. كيف ما كتعرفوا الحوت كاع ما كيبغي هكا طياب بزاف في الفران، الا خلينا واحد المده اللي شويه طويله كيجي ناشف. دونك غنوجدو هو الاول ونخليه على جانب. بالنسبه للشرموله غنديرو هكا شويه ديال الملحه من جوج ديال الجهات. غادي ناخذ الطريفات ديال الحامض ونتفهم بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، ومن بعد الاعشاب المنسمه غنخلطها مع ديك البودره ديال الثومه مزيان. بالنسبه للاعشاب المنسمه راه فيها ازير والحبق والزعتر والزعتره، وغنزيدها حتى هي من الفوق، ونعاود نزيد شويه ديال البزار وزيت العود، وكما قلت لكم قبل نخليه على جانب حتى نحسوا ان لي بات قربت توجد، عاد غندخلوه الفران. بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروا شرموله عاديه، هذاك الحامض تعصروه وتخلطوه مع البزار والملحه والاعشاب الملثمه والثومه، وترقدوا فيه داك الحوت حتى تبغيو تدخلوه الفران ودخلوه، يعني كل واحد ويدير الطريقه اللي كتعجبه. غادي ندوز دابا باش نسلق لي بات ديالنا. كيف ما شفتوا هنا سخنت الماء حتى غلا، يعني سخن مزيان، لحت له دوك الورقات ديال الموسى، زدتو شويه ديال الملحه. دابا غنرمي دوك لي بات. بالنسبه للورقات ديال الموسى كيعطيو واحد المذاق شويه كتينسمو لينا لي بات. وفي المقله غادي نسخن الزيت مزيان، من بعد غادي نلوح فيها البصله ونخليها حتى تشحر مزيان وتنزل، ما تبقاش هكاك واقفه. منين نحسو ان البصله هكا تشحرات مزيان ودخلها الطياب ونزلات، دابا غنزيد هكا لي شامبينيون. من الاحسن كما قلت لكم قبل يكونوا فخي، واي نوعيه تستعملوا ماشي بالضروره بحال هذه اللي استعملت انا. بالنسبه للبنات اللي غيستعملوا هكا دوك لي كونسيرفي، حاولوا انكم تشحروهم مزيان باش داك الماء ما يبقاش فيهم، لانهم هما تيكونوا ميهين، ولا بقى فيهم داك الماء لاصوص ما غتجيناش مجموعه هكا وثقيله، غتجي خفيفه بزاف ومذاقها ما غتجيش زوينه. غنزيد دابا هكا شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وغادي نقص عليهم هكا العافيه، نخليهم على نار متوسطه، ومع التحراك حتى نحس بهم انهم تشحروا تقلوا مزيان وداك الماء اللي كيطلقوا ما بقاش. من بعد غادي نزيد لهم هكا لا كريم فريش ونبقى نحرك مره مره. بالنسبه لا كريم فريش اللي غنستعمل كما قلت لكم قبل راه ماشي هي لا كريم ليكيد، هذه اللي غتشوفوا الان هي لا كريم فريش، كتكون يعني القوام ديالها ثقيله، وحتى في المذاق كتكون شويه غدا الحموضه. بالنسبه للكريمه السائله كتكون يعني جاريه بزاف ومذاقها ماشي بحال هذه شويه حامض. اللي بغى يستعملها هذه اللي غنستعمل انا يستعملها، سيرو نقدروا نعوضوها ب 300 غرام ديال كريمه السائله. صافي دابا غادي ندخل الحوت الفران اللي سخنته قبل على 180 درجه من الفوق ومن التحت واحد 10 دقائق، ونخلي لاصوص على عافيه مهيله حتى تشرب وتجمع وتعقد. دابا ندوزو للتقديم. دونك هذا هو الشكل النهائي ديال هذه الوجبه او الوصفه اللي وجدت اليوم. كيف ما شفتوا راها سهله وما صعيباش بزاف وما كتطلبش وقت كبير. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا الخبر. شاركوا في القناه ديالي باش ديما يوصلكم الجديد، وبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا. ولا عندكم شي سؤال او اي استفسار تقدروا تخليوه ليا في لي كومونتير. خليتكم على خير حتى ان شاء الله باذن الله المره الجايه المقبله في فيديو جديد.